أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا الأخ أحمد حرقان، طبعا ضيفنا وعزيز على قلبنا بصراحة. طبعا اليوم راح يحكي لنا قصة حياته مع الله. خلونا نرحب فيه أول شيء. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. اهلا وسهلا جيان، واهلا وسهلا بمشاهدي الكرام. اهلا بك اهلا بك. طبعا اصدقائي، نحن راح ناخذ 40 دقيقه تقريبا، 45 دقيقه للحلقه، وبعدين راح نفتح السكايب للمداخلات والاسئله، ويا ريت كمان اسئلتكم اذا تحطوها على التعليقات تحت الفيديو انا بكون مشكوركم كثير، ويعني بتشجعونا مثل ما بقولوا بنستفيد من الحلقه كلياتنا. احمد، نبدا مثل ما بقولوا السؤال الأول، الطفولة كيف خلينا نقول وعيت على الدين، كيف وعيت على المجتمع الديني، كيف كان حواليك، كيف كانت الأهل مثلا، الأقارب، مرحلة التدين كيف كان؟ هو الطفل جان بيستسلم تماما لأهله، الشخصيات الوالدية في حياته بيصدق كل حاجة هما بيقولها له، بيمشي وراهم عمياني زي ما بيقولوا المصريين. يعني الطفل ما بيقعدش يحلل في الكلام، ما عندوش يعني عنده تسليم كامل للأهل يعني. فأنا كان أهلي متدينين جدا، إسلاميين يعني، من الإسلاميين المتشددين، والدي ووالدتي، وكانوا مخلصين جدا لقضيتهم يعني. طبعا وإحنا صغيرين علمونا إن الله هو يعني رقم واحد في حياتنا، وليه حياتنا كلها، وإن الرسول هو أحسن واحد في العالم، وهو لازم نمشي وراه نتبع كل حاجة بيقولها ونقلده في كل صغيرة وكبيرة، وإن الصحابة اللي هم أصحاب الرسول اللي هم دولت الناس النموذج اللي المفروض نقتدي بيه وما بيغلطوش أبدا، وما ينفعش أبدا حد يشك في حد منهم أو ينتقده أو يحلل تصرفاته أو يعمل أي حاجة من دي. بالعكس، المفروض إن إحنا نقتدي بيهم في كل صغيرة وكبيرة، وكانوا بالنسبة لنا أبطال يعني. فدرسنا حياة الرسول وحياة الصحابة في صورة قصص بيحكوها لنا من وإحنا صغيرين، أفعالهم كانت دي البطولات بتاعتنا، الأمجاد بتاعتنا، حتى لو كانوا بيقتلوا، حتى لو الآمنين، لأنهم برضو علمونا إن كل ما عدا الدائرة دي الرسول والصحابة دول مجرمين وكفار واتباع الشيطان، وهيستحقوا نار ويستحقوا مننا احنا الكراهية والقتال وما الى ذلك. فطبعا احنا نشأنا كأطفال شايفين دي حقائق، بالنسبة لنا دي حقائق مسلمة ما فيهاش نقاش حتى، فصدقنا وآمنا وأخلصنا للي احنا اتعلمناه، لأن ده اللي احنا اتعلمناه من أهم الناس في حياتنا يعني. بالنسبة لي في طفولتي المبكرة أنا حفظت القرآن، أنا أتممت حفظ القرآن تماما وأنا عندي 11 سنة، وكنت بحفظ البخاري بالأسانيد يعني بالسند، يعني أول كتاب في صحيح البخاري بحديث بتاع إنما الأعمال بالنيات، أنا كنت حافظه بالسند مثلا، وهكذا كل الأحاديث كنت أسجل الحديث من البخاري في الكراسة بتاعتي بالتشكيل وبالسند وأحفظه، كنت بحفظ 5 أحاديث في اليوم بالشكل ده وأسمعه لأمي يعني. حدثنا الحميدي عبد الله بن وهب قال حدثنا سفيان قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع علقمة بن واقد الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر له. فانا كنت بحفظ الاحاديث بالاسانيد، حفظت صحيح البخاري كله بالاسانيد، وصحيح مسلم كنت بحفظ الحديث بدون السند، بس كنت بدرس شرحه بشرح الامام النووي. يعني كنت أقعد حديث مسلم، كنت أقرأ أحفظ الحديث، أقرأ السند وأحفظ المتن، لكن كنت بكتب الشرح بتاع النووي وذاكره كويس، وكانت أمي بتسألني فيه. وكنت بدرس علم المصطلح وأنا صغير، مصطلح الحديث، وأحفظ طبقات المدلسين، وكنت بدرس حفظ الأجرمية وحفظ ألفية ابن مالك في النحو والصرف. كل بقى قيس على ذلك، يعني كان عندي يوم مشحون بالدين. يعني احنا كان يومنا بيبدأ واحنا صغيرين ب صلاة الفجر، وبعد كده أذكار الصباح من كتاب الإمام النووي، كتاب الأذكار، كتاب كان عندنا نسخة كده مجلد، الورق أصفر ده والغلاف بتاعه كان أحمر، كان اسمه الأذكار. فاحنا كنا حافظين الكتاب ده، فمن ضمن الأذكار اللي فيه أذكار الصباح، فكنا حافظينها كلها وبنقولها يوميا. أذكار طويلة جدا بتستغرق وقت طويل. أنت يكفي بس هقول لك ذكر من ضمن الأذكار دي، سبحان الله وبحمده، وفي رواية سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. فإحنا كنا بنتعلم نسبح على صوابعنا، على العقل دي كده، على العقل بتاعت الصوابع دي كده، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، او سبحان الله العظيم وبحمد، سبحان الله العظيم وبحمد. الصبح في 3 عقل، فكان بيساعدنا. بعد كده علمونا ان لا، التسبيح الرسول كان بيعقل كده، الصبع واحد كده، فبقى الواحد مضطر يستخدم ايديه الاثنين، سبحان الله وبحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، قفل ايده، بعد كده سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد كده، فتح ايده في ايه، مره قفلنا ايدينا وفتحناها، مره نضم صابع من هنا ونعمل كده كمان مره، نضم صابع من هنا قفلنا الايد دي كمان مره، بعد كده نشتغل تاني، نفتح بقى الايد دي تاني كمان مره كده، يبقى احنا كده خلصنا 50 مره، ونعمل زيهم يبقى احنا كده خلصنا 100 مره كده، مع سبحان الله العظيم وبحمده. في بقى ذكر تاني برضو 100 مره، اللي هو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نفس الحكايه 100 مره. بعدين تقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت 4 مرات. تقول اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك، انك عبد عبدك ورسولك 4 مرات. و اللهم ربي كذا وكذا وكذا، وادعيه بقى كتير طويله يعني، لغايه ما تشرق الشمس، تصلي ركعتين الشروق، تصلي من 2 ل8 ركعات اللي هم بتوع الشروق. بعد كده ابدا بقى احفظ القران واحفظ الورد بتاعي واحفظ الجدول بتاعي، وقبل الظهر تصلي 4 ركعات، وبعدين وتصلي الظهر، وبعدين تصلي بعدين كمان 4 ركعات، والعصر تصلي 4 ركعات، والمغرب تصلي بعدين 2 ركعات، والعشاء 2 ركعات قبليه و2 ركعات بعديه، وبعد كده تنام عشان تصحى بعد كده تقيم الليل وتصلي بقى 11 ركعة وتوتر وتنام وتصلي الفجر، أو تنام حاجة بسيطة قبل الفجر يعني. فكان الحياة كلها كده لحاجة تانية يعني. يعني كان في مدرسة مثلا تدرس فيها، كان في مثلا خروجة مثل ما بيقولوا عنا باللهجة السورية، كتاتيب مثلا أو شيء، في هل مرحلة الطفولة هي تروح لها، ولا شو نوعية المعلمين اللي مثلا كان يدرسوك، أو الوالد أهل بس فقط يعني؟ كان في مدرسة
لما انا يعني قبل 11 سنه كنت عايش في مصر، كنت في مدرسه هنا في مصر. المدرسه ما كانتش واخده يعني من وقت الواحد 10%، يعني كنا بندرس فيها المواد العاديه ونذاكرها، بس وقتي ما كانش في مكان للعب مثلا، ما كانش في مكان الا قليل يعني. كنت بعاني في المدرسه يعني من بعض الحاجات، يعني من ضمن الحاجات اللي انا فاكرها كويس ان حصه الموسيقى امي قالت لي طبعا انت بت ايه مت طبعا موسيقى حرام وما الى ذلك، وما تروح كراسة الموسيقى حرقتها وكده. فكانت المدرسة تقول لي فين كراسة الموسيقى، فأنا ببقى في موقف محرج جدا مش عارف أقول إيه يعني. فكنت بقول لها في بيتنا القديم ومش عارف إيه، وكانت تقعد تضحك عليا وتضحك الفصل، وإيه اللي وداها البيت القديم؟ وليه سبتها في البيت القديم؟ ما جبتهاش معاك ليه؟ انا محرج اقول لها ان احنا حرقنا الكراسه يعني، ما تدخلش في سين وجيم وكده، كنت خايف يعني. بس ما درستش ابدا الموسيقى، كانت كل ما الابله يعني زي ما احنا بنقول بتسالني على حاجه في الموسيقى او كده، فكانت تضحك وتضحك الفصل عليا يعني. برضو التحية بتاعت العلم وكده، كان والدي يقول ما تحيوش العلم أو تقول بلادي بلادي بلادي، فكنا بنقع في مشكلة في الطابور أحيانا، يلاحظوا إن أنا مش بحيي العلم فيجيبوني. كنت طفل صغير بقى ما أعرفش أقول إيه بصراحة. لا بس أنا كنت مقتنع قوي باللي أهلي بيقولوا لي عليه يعني. يعني كنت حاسس بنوع من أنواع المسؤولية تجاه المبادئ اللي أنا بتلقنها ديت ومحافظة عليها يعني. كنت بحب المبادئ دي وبحب الصحابة وبكره طبعا الناس اللي مش ملتزمين، وبكره المجتمع اللي هو بيحارب التدين يعني، أو بيحارب الإسلام الصحيح زي ما احنا بنعتقد. أحمد، لما سافرت السعودية بس درست بقى هناك قبل ما هلا في حديث عند صلى عم بيقول علموهم بالسبع وضروهم بالعشر على الصلاة. شو صار معك هيك شيء؟ كيف تعلمت هلا مثل ما فهمت انك يعني انت حبيت المبادئ هي لانه لك ثقة بأهلك، يعني كل الأطفال هيك علموك عليها بالسبعة، بلشت يعني تصلي، والعشرة حدا حكى معك لا؟ انا مش فاكر تحديدا امتى بدات اصلي، لان انا بدات اصلي في وقت مبكر جدا. فقال انا فاكره ان انا وعيت على الدنيا وانا بصلي يعني 5 فروض. وبصراحة بامانه ما كنتش بحب الصلاه، فضلت لغايه ما سبت الاسلام ما احبش الصلاه. بس طبعا ما اقدرش اعترف لنفسي ان انا ما بحبش الصلاه، اعماق الواحد كان زهقان من الموضوع ده، لأن الصلاة عبادة غبية جدا في منتهى الغباء. أولا فيها نوع من أنواع الرتابة الغبية، فيعني أنا بقول نصوص كل مرة بقولها هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله آمين. يا شيخ الله. وبعد ما تركع تقول الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نفس الكلام سبحان ربي الأعلى سبحان نفس الكلام كل صلاة كل ركعة كل مرة. فالكلام بيفقد مدلوله بيفقد معناه وبيبقى عامل زي كلام الببغاوات، والمشايخ يقولوا لنا دوت دي رتابة، ده لا يجوز، لازم تركز تخشع. أخشع أيمن، أنا كل مرة أقول نفس الكلام بقيت زي الآلة، أروح منين في الرتابة دي غصب عني؟
النص والطريقه بتاعت الصلاه حولتني لبغبغاء. بتقعد تحس بالذنب ان انت مش عارف تتامل وتخشع وتستحضر ان انت بين يدي الله، وتستحضر معاني الكلمات اللي انت بتقولها. بتبقى في سجن بقى في الصلاه، ما انتش عارف تستعين باي حاجه من الادوات اللي تخليك تركز، انت عامل كده اهوت ما تقدرش تبص يمين وشمال، بص مكان السجود بتاعك. تبدا الصلاه بقى في وسط العالم ده كله، طبعا ما تعرفش طبعا تركز، ما تعرفش تركز، لان الصلاه كيفيتها الغبيه وهيئتها ما بس مشجعكش ان انت اصلا تركز. انت ما بتعرفش تصلي وتمسك قلم وورقه وتصلي تحت اللي كده، ما تعرفش تقف كده وتبص في الارض موضع السجود بتاعك، افكار الدنيا كلها بتنط عليك ساعتها. فانت بتتخيل ان ده من الشيطان، فتقعد تتخيل الشيطان وهو عمال يوسوس لك وانت بتصلي وانت بتدافع الوساوس بتاعته، فتبقى في معركه مع الشيطان، فبتروح منك معاني الكلمات اللي انت بتقولها اللي هي اصلا مكرره بشكل رتيب يصعب الخشوع معاه. فالصلاة عبادة بالآخر بدون يعني. طيب أحمد، احكي لنا من وقت دخلت السعودية وكيف بدأت بالدراسة هناك، كيف كانت حياتك هناك؟ الدراسة هناك في السعودية كانت بالنسبة لنا احنا من الناحية الدينية يعني أحسن، لأن هناك في بأي عمر، السعودية أنا أسف للمقاطعة، بأي عمر دخلت؟ شو كان عمرك يعني أول ما رحت على السعودية؟ يعني 11 سنة، 11 سنة تفضل كمل. كنت في السعودية بعمل إيه هناك. المواد هناك يعني في كان المواد الأساسية هناك التوحيد والتجويد والفقه والتفسير وفي بقى طبعا اللغة العربية المطالعة وطبعا الرياضيات وكده بقيه العلوم يعني عادي. بس احنا طبعا طالما ان العلوم اللي انا بدرسها اصلا من الصغر ديت بناخد عليها درجات والكلام ده، فده كان مريح اكتر. بس في السعوديه بقى بدات وانا ايه اركز في دراسه ما يسمى بالعلم الشرعي. يعني الظروف في السعوديه كانت مواتيه يعني وسهلة، وقعدت في السعودية معظم عمري في الواقع. بس أنا بدأت رحلة طويلة بقى من البحث بين الفرق الإسلامية، عشان ما بقتش واثق في الحاجات اللي أنا تلقنتها من أهلي. بعد كده سن 14 سنة كنت قرأت كتب سيد قطب كلها وكتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي اللي هو مؤسس جماعة بيقولوا عليها إن هنا التوقف والتباين، توقف والتباين دول تقريبا قطبيين يعني. في فرق يعني في فرق بسيط ما بينهم وبين القطبيين، بس هم يعتبروا مدرسة أو من المدارس يعني اللي هي لها أتباع وكده في السعودية وفي مصر، ومختلف مع والدي فكريا هو، فأنا اختلفت مع والدي فكريا وكفرني وكفرته وكفرنا بعض. ورحنا بقى طبعا ايه، فرحت انا بقى قابلت كتير بقى من فرق ورؤوسها وكده، وحاولت اوصل للحقيقه. اتعدي مشكله بقى في الوقت دوت مع ربنا في ان انا عايز يوصلني للطريقه الطريق السليم للفهم الصحيح للاسلام يعني، عشان انا انجو بقى وادخل الجنه ما ادخلش النار بعد كل ده. فكنت بروح اقعد في الحرم اعتكف في الحرم 7 ايام، واروح البيت يوم وارجع تاني اعتكف 7 ايام. وحولت دراستي كمان للحرم، معهد الحرم يعني الدراسه النظاميه لمعهد الحرم، في الدراسه كانت في الحرم كمان، واغلب الوقت كنت في الحرم. اغلب الوقت بقى بعد كده من سن 14 سنه كده اغلب وقتي كان قاعد في الحرم بدرس او بطوف وبتعبد او كده. وطبعا اغلب الايام بكون صايم فيها، كنت اخد معايا كده كل 7 ايام اروح البيت اخد كيس تمر وكيس لبن مجفف حليب مجفف واروح الحرم، بس اتسحر بالتمر واشرب ادوب الحليب المجفف في قلب ميه زمزم في الكوبايات الكاسات البيضه دي بتاعتهم،
وهو كده وعايز بقى ادعي ربنا ان هو يهديني للطريق السليم في وسط الطوائف دي كلها، لان الطوائف السنيه المتفرعه من اهل السنه والجماعه بالمئات بالمئات، وكل يوم تطلع طائفه جديده، وكل يوم تختلف مجموعه من الافراد الطائفه على الشيخ بتاعها، ويطلع منهم شيخ جديد بمذهب جديد. وانا عايز اوصل للحق بس مش اكتر، يعني انا عايز اوصل في وسط الكلام ده كله للحق، مش عاوز اكتر من كده، انا عايز ادخل الجنه يعني. استمرت بقى المعاناه دي فتره طويله جدا، لغايه ما في مره كنت في مصر، سنه 2001 اتعرفت على مدرسه الدعوه السلفيه بتاعت اسكندريه. اتعرفت على الشيخ ياسر برهامي من خلال كتاب ليه اسمه فضل الغني الحميد. قرأت الكتاب دوت وعجبني جدا الكتاب، واتعرفت على الشيخ محمد اسماعيل مقدم من خلال مجموعة من محاضرات ليه متسجلة على أشرطة 36 شريط اسمها قضايا الإيمان والكفر. فعجبتني دماغهم بتوع السلفية اسكندرية يعني. وقلت والله اعلم يعني ان هو ده المنهج الايه، منهج الحق يعني. ولازمت بقى الشيخ ياسر من ساعتها لغايه ما الحد، لغايه الالحاد، تمام. 9 سنين تقريبا، 9 سنين، لان انا من 2001 لحد 2010 كنت مع الشيخ ياسر برهان. 2011 2010 6 2010 6 شهر 6 2010 كنت مع ريتشارد دوكنز. برافو برافو، هذا مطلوب يعني. خلينا نرجع على الحرم وعلى مكة وعلى السعودية. أنا سمعت منك بصراحة إنك حجيت 7 مرات أظن، وكنت تحج حافي. احكينا على كنت بحج بقى ماشي على رجليا، وما كنتش بحب اركب مواصلات ولا بتاع، فكنت اخد المناسك كلها مشي. يعني نمشي من بمشي من البيت لحد المنى، في منى في يوم الترويه بقعد، وبعدين اصبح الصبح امشي لعرفه، اعدي على مزدلفه وامشي لعرفه، يعني مشوار طويل جدا يعني. يعني من منى للمزدلفه تقريبا 11 كيلو، كان ومن المزدلفه لعرفه 4 كيلو حاجه زي كده، كل ده كنت بمشي على رجلي. وارجع بقى المسافه دي كلها من عرفه لمزدلفه، ومن مزدلفه لمنى، ومن منى للحرم طواف الافاضه، ومن الحرم لمنى تاني ايام التشريق 3 ايام. فكنت بتمرمط يعني، بيطلع دي الأم في الحاجة جاي والجنة وكده. وهنيك وهنيك بصراحة على إيمانك القوي يعني. طيب أحمد يعني انت بتشمت فيا يا جان، ها؟ ولا بتشمت فيا ولا بتهنيني ولا ايه؟ لا، أنا بهنيك إنك خلصت. بس أنا بصراحة يعني يعني مو بس أنت، كل الناس اللي موجودين اللي بيروحوا بيطلعوا من، انا ما بعرف المناطق هي يعني، عم تقول لي زلفه وألفة وهي بتاع تبعية العرفه بقى، ما بعرف انا بسمع فيه سمع عابر. بس انا اللي بعرف انه محمد مدفون بالمدينه، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن جفاني فقد جفيته يوم القيامه. لا ده مش حديث، ده حديث موضوع. احنا كسلفيين كنا بنرفض الاحاديث من النوع ده، اها وكنا بنفصل ما بين الحج والزياره يعني، الحج والزيارة بنفصل ما بينهم يعني. كمان كنت ما كنت لأن تروح الحج المدينة معناتها كضمن تخصص الحج، ايه؟ كنت تروح على المدينة ضمن تخصص الحج ولا لا؟ لا، ايوه، ده كله داخل مكة يعني، كله داخل، لا مش داخل، حوالين مكة. حوالي مكة يعني. طيب يا أحمد،
خلينا نرجع أيام الدراسة لوين وصلت مرحلة الدراسة بمكة؟ لوين كيف بعدين كيف عرفت مكة؟ شو درست؟ شو درست بالمعاهد المعاهد الإسلامية؟ في المعهد الحرم ما كناش بندرس حاجة مفيدة، كنا بندرس علوم القرآن، وبندرس أصول الفقه، وبندرس ما لا طائل من دراسته يعني، ولا فائدة فيه فتيلا ولا نقيرا يعني. عشان كده أنا لما سبت الإسلام وقلت إن أنا ما بعتبرش نفسي درست حاجة. بالمناسبة أنا دخلت منتدى زمان أول ما سبت الإسلام اسمه منتدى التوحيد بتاع ناس سلفيين، فقلت لهم إن أنا كنت سلفي وكده، وإن أنا بعتبر نفسي مش دارس حاجة خالص، لأن اللي أنتوا كله اللي أنتوا فاكرين نفسكم دارسينه أو بتعتبروه علوم ده أنا بعتبره ملوش أي لازمة. فأنا بعتبر نفسي معيش شهادته خالص، وبدأت من جديد يعني، بعتبر نفسي إن أنا إنسان بدون تعليم يعني. فأثناء النقاش هما عملوا لي بلوك لمدة سنة من المنتدى، لمدة سنة ما أقدرش أتكلم، ما أقدرش أعمل مش عارف إيه، عشان خاطر خايفين على أعضاء المنتدى مني. بعد سنة جان أنا كنت قدرت أوصل للناس يعني، بعد سنة من الإلحادي كنت قدرت أوصل للناس وأبقى مؤثر يعني. فبتوع منتدى التوحيد شافوني في التلفزيون بقى وكده، وفي القنوات الفضائية وكده، فقالوا مش ده اللي كان عندنا في المنتدى بيناقشنا وكلام من ده. رجعوا للمنتدى فقالوا ده، فبدأوا يطلعوا على الفضائيات او على بتاعتهم يعني زي قناة صفا وكده، بيقولوا ان هو البني آدم ده معهوش شهادات ومعهوش حتى غير حاصل على ابتدائية وجاهل ومش عارف ايه يعني. كل ده خدوه من كلمة أثناء النقاش قلت لهم عليها، وطالعين بقى يقولوا إن ده كذا، ده كذا، ده كذا، ده إحنا كنا بندعوا للنقاش في منتدى التوحيد، هو كان بيتهرب. وما قالوش خالص إن هم أعطوني بلوك لمدة سنة كاملة عشان ما أقدرش أكمل مناقشة أو أقدر أتكلم. خدوا يحطوا اللينك بتاع المناقشة بتاعي، ده كان عندنا في منتدى التوحيد، ده كان دخل. ايوه انا فعلا دخلت ايها القوم في المنتدى بتاعكم، المغاره بتاعتكم، وانتم ما ادتنيش فرصه ان انا اتكلم، اعطيتوني بلوك 12 شهر بدون اي سبب، ودلوقتي جايين تتباكوا على ان انا مش عارف ايه، بعد ما قدرت ان انا اوصل للناس من خلال طريق غير طريقكم، اوصل للناس من خلال حاجه غير منتدى التوحيد. فطبعا طبعا طبعا دلوقتي انا يعني ما بفكرش حتى ادخل المنتدى ده بعد ما خدت البلوك ال 12 شهر دول. قلت دول قوم يعني، انا حتى اشتكيتهم للمشايخهم يعني اللي معلمينهم الدين، اشتكيتهم لمشايخهم يعني. ساعتها انا رحت المشايخ، ومشايخهم انا عارفهم العيال دي بتوع التوحيد دول، لانه كانوا زمان رفاق الدرب يعني، في نفس المدرسه بتوع ومدينه اسكندريه يعني، فانا عارفهم. فما بقيتش اهتم، بس انا بقول لك على سبيل المثال يعني، اللي هم بيحرفوا الواقع وبيقعدوا يكذبوا بتاع، وبياخدوا الكلام يقولوه على حسب ما هم عايزين يعني. طبعا انا اشجع اصدقائنا انه يبعثوا لنا اسئله على التعليقات، واتمنى يعني تشاركونا كمان على سكايب. انا راح افتح سكايب شوية الاخر حتى يصير مشاركه ونستفيد كلياتنا من الحلقه يعني، بوجود اخونا احمد وتجربه بصراحه يعني تجربه انا ما خطه، بس سمعت عنها كثير تجارب هيك وتجارب. من حسن حظك ان انت ما خدتهاش يعني. اه لحسن حظك ان انت ما خدتش التجربه دي، يعني 27 سنه من حياه الواحد راحوا هدر يعني، هدر صحيح، بدون اي فائده، بدون فائده تذكر. 27 سنه راحوا في مش تقدر تختصرهم بكلمه مش عارف ارضيك ازاي لربنا، تعمل له ايه ده عشان يرضى يعني. ما هو مش بيعجبه العجب يعني، هو مش بيعجبه العجب. انت تيجي تصلي يقول لك ايه، يقول لك في ناس
يوم القيامة حيؤتى بهم بصلاتهم تضرب بها وجوههم، ليه؟ عشان مش بيخشعوا فيها. طب انا اخشع فيها ازاي؟ مش عارف اخشع فيها، سنين طويلة بحاول اخشع فيها، مش عارف اخشع فيها، مش مظبوطة، فيها حاجة غلط، الصلاة فيها حاجة غلط مش مظبوطة، السيستم ده كله بتاع ضد الخشوع، كله ضد الخشوع، كله ضد الخشوع، مناسب عشان التشتيت كله. اخشع ازاي؟ يقول لك هتضرب بيها ايه، 8 بعد الشروق، مش عارف ايه، قيام الليل، كل ده، وفي الاخر هتضرب بيها في وش. اضافه لكده ان هو يقول لك انا طبعا ما كنتش متزوج في الفتره دي، في فتره اسلامي تزوجت، كان عندي 25 سنه، تزوجت مره واحده وما قعدتش مع زوجتي 3 شهور، كانت سلفيه يعني، بس كانت فامباير يعني، كانت فظيعه يعني. فانا قعدت احاول طبعا ان انت تحاول تقاوم الشهوه او العاده السريه او كده، في حد ذاتها دي قصه. ما بيقول لك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فيتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج، ولا من استطاع فعليه بالصوم فانه له وجاء. الصوم وقايه. فانا كنت مصدق الرسول عليه الصلاه والسلام وبصوم، فكنت بصوم بغباء يعني. انا مره قعدت 150 يوم صايم، 150 يوم صايم، بقى يوميا اصوم وافطر المغرب على تمر او حته خبز، والصبح والسحر قبل الفجر على حاجه بسيطه، واصوم عشان خاطر الشهوه بتاعت الواحد تنزل، ولا ما كانش فيه فايده، كان الواحد يستنى المغرب ويضرب ما فيش فايده، اعمل ايه، ضعيف، ما فيش فايده، شاب وفي عز شبابي يعني، سن المراهقة وسن الشباب وسن الحكاية دي، فوران الواحد مش عارف يركز في أي حاجة ولا عارف يعمل أي حاجة. فكان الواحد بي 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 مش عايز أقول لك، بيباشر في العادة السرية قبل المغرب عشان المغرب يأذن ويكمل، ما فيش صبر. وتقول يا ربي، طب الرسول كان بيقول عليه بالصوم فإنه له وجاء، طب هو ليه يا ربي مش ليا وجاء؟ أنا مش عايز أموت نفسي يعني، أموت لك نفسي عشان ترتاح يعني، مش عارف اعمل لك ايه، ايه اعمل لك ايه، انا مش فاهم. انا حاجات غريبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها، ده حديث. فانت عشان تستخير في الامور كلها، فكنت مثلا عشان اطلع ازور مثلا خالد صاحبي ولا اي حاجه، فاقول الله، اصلي ركعتين استخاره، اللهم اني استخير، بعد ما اصلي ركعتين اقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، سألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. لما كنت تعلم أن هذا الأمر هو أن أزور أخي خالد حمودة خير لي في ديني ومعيشتي، وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وكنت تعلم أن هذا الأمر وهو أن أطلع وأزور خالد صاحبي حمودة في دي خير لي في ديني ومعيشتي، وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، شر لي قصدي، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وانت بتقع كمان ما بين خلاف الفقهاء في المساله دي. الفقهاء يقول لك الرسول كان بيقول يصلي ركعتين ويسمع وبعدين يقول الاستخاره، فهم الفقهاء اختلفوا، هتقول الاستخاره بعد التشهد قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ فكنت اقولها قبل التسليم وارجع تاني بعد التسليم برضه اقولها، اللهم اني استخيرك بعد. ده كل ده عشان تشوف خالد حموده، يكون خالد حموده مات ولا اصلا يعني. اي حاجه عايز تعملها بقى، تشتري حاجه، تلبس حاجه، تعمل حاجه. في واحد من السلف كان بيقول ان انا لما كنت بستعين بربنا حتى على شراك نعل، يعني شراك النعل بتاعي اللي بتفك، وانا لو ما كان رباط الجزمه بتاعي يتفك كنت لازم اجيب سيره ربنا في الموضوع يعني. لا، ما السلف كانوا بيعملوا كده. الاستخاره كانت مشكله، الواحد كان بيبقى عايز يتخذ احيانا قرارات سريعه. طب اسال بقى انت بقى، فين شغلك واكل عيشك في وسط دوت؟ في الدمار بقى، في الدمار. كل ما تروح شغل بالنظام ده بيرفدوك. ما انت حضرتك بتيجي قبل الظهر عايز تصلي 4 ركعات، وتصلي الظهر كمان 4 ركعات، وتصلي 4 ركعات بعد الظهر، وتقعد تختم الصلاه، اذكار ختم الصلاه، سبحان الله، لا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، 33 مره، الحمد لله، الحمد لله، الله اكبر، الله اكبر، تاني مره شويه بقى اذكار كده بعديها، بعد الصلاه، وتصلي كل دوت، وصلاه طويله زي صلاه الرسول، يكون الشغل باظ يعني. فدايما عندي مشاكل في الشغل، اي شغلانه اشتغلها عندي مشاكل في الشغل.
ما اعرفش احسن دخلي، ما اعرفش اعمل كذا، فكان ماليتي زي الزفت. يعني ماليتي كانت زي الزفت، كانت سيئة جدا. يعني انا وصلت احيانا ان انا مش هتصدق، بس انا في فترة في مكة ما كانش معايا فلوس هشتري حتى التمر. يعني انا من الجوع ما كانش معايا حتى فلوس اشتري التمر. وقعدت في فترة في مصر في قضية كنت بدرسها في الدين، خلاف مسألة من المسائل العقدية المهمة، وعايز اخد فيه قرار عشان ما ادخلش النار. في الموت دلوقتي مثلا هموت كافر مثلا، قفلت الباب على نفسي ادرس لغاية ما خلصت كل الاكل وكل الفلوس. وفي اخر ايامي كنت بروح اجيب ورق الشجر، من ورق الشجر التوت وورق الشجر والحاجات ديت، وكنت احطه في الطبق، اغسله واحطه في طبق كده، وامسك معلقة واقعد اكل في ورق الشجر، يعني من الجوع. يعني ما يعني حاولت ان انا ارضيه سبحانه وتعالى باي طريقه، بس هو ما يعني مش موجود. يعني الفكره ان هو دي عباره عن نصوص متخبطه ونصوص متضاربه مع بعضها لناس فهمت الاسلام عبر 14 قرن. كل شويه واحد يطلع بفهم الاسلام، فانت بتدرس ده على انه الاسلام وده على انه الاسلام وده، وعايز توصل الحق في وسط دوت، ومش عارف تكفر مين وما تكفرش مين وتعادي مين لا. واحنا اطفال علمونا ان ربنا واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم اوحى اليه جبريل وما الى ذلك. ودي الغلطه، يعني الغلطه هي من طفولتنا. انت بتجني على الطفل وتقول ده طفل سلفي، ده طفل شيعي، ده طفل ارثوذكسي، ده طفل بروتستانت، ده كاثوليكي. الطفل ما ينفعش نقول عليه طفل مسلم، الطفل اصغر من ان هو يبقى مسلم، واصغر من هو يبقى مسيحي، واصغر من هو يبقى شيعي، واصغر من الطفل. الطفل انت تقول طفل مسلم او طفل يهودي او ده من الطفل، وجناية حق المفروض تخجل من نفسك انت تصف طفل لا يعقل الامور دي زي كده. ما فيش حد عاقل يطلع يقول ده طفل، يعني في ما بنشوفش حد يطلع يقول ده طفل اشتراكي، ده طفل ليبرالي. محمد الكرة ده تصور ده ديمقراطي اشتراكي مش عارف ايه، مفيش حد يقول كده. الطفل اصغر من كده. فما تقوليش بقى الطفل ده درزي، ده سنة. الطفل ما يقولش بالكلام ده، انت بتجني عليه وبتعلمه وبتلقنه اللي انت بتعتقده وبتظلمه. هو يا عيني صفحة بيضة تكتب فيها اي حاجة تكتبها. لو علمته عبادة النار هيعبد النار، لو علمته عبادة الفار هيعبد الفار، لو علمته عبادة البيض المسلوقة هيعبد البيض المسلوقة، لو علمته عبادة الله ورسوله صلعم والحاجات دي هيعبد صلعم، لأنه صلعم ما يستاهلش العبادة. أحمد، يا ريت يا ريت تحكي لنا من وقت ما بدأت الشك، يعني الشك الحقيقي والبحث، يعني لحد ما قررت إنك تلحق، كيف العملية هي جرت؟ بدأت بدري يا جان، بدأت وأنا صغير طفل، يعني لأن كنت بشوف طوائف، ووالدي كان رئيس فرقة إسلامية متشددة، وكان بيقعد يتناقش مع الناس ويجادل فيهم. كنت بحضر الجلسات دي. أول جلسة قعدتها مع والدي كان عندي 13 سنة، مليان فيها ناس دقون متحلقين كده حوالين، عاملين حلقة كده، وهو كان قاعد في وسطهم، وبعدين يتناقشوا في الدين، دي مسألة كذا ودي مسألة كذا، دي كفر وده مش عارف ايه، ودي موالاة الطاغوت وده مش عارف ايه. فقاعد مركز معاهم قوي يعني. فالخطاب بتاعهم وانا في ساعتها لفت نظري ان هو غبي يعني، فقعدت اضحك. والدي قال لي عيب، انت بتضحك على ايه؟ عيب. فطلعني بره الجلسة، وانا وقفت بره الغرفة وكده، وقعدت اعيط لغاية ما دخلني تاني يعني. وقاعد كنت قاعد اسمع، عايز افهم دي. بعد ما انفضت الجلسة دي بدأت اقرأ في الكتب اللي كانوا بيرجعوا لها في قلب اثناء الكلام يعني. فاكتشفت ان هم مختلفين، فخفت ان اكون غلط وادخل النار يعني. بدأت بقى رحلة البحث عن الحق في وسط الكلام ده كله. الرحلة دي مش بتنتهي في النهاية إلا للإلحاد، يعني نهايتها الأساسي السليمة الإلحاد.
ان انت عمرك ما هتوصل، ده كله فهم مشايخ. يعني حتى المدرسه اللي انتبهت ليها 9 سنين في الاخر، مدرسه الشيخ ياسر برهامي ديت، ما هي الا فهم الشيخ ياسر برهامي للاسلام يعني. فمش منطقي ان يكون من ضمن كل الناس ياسر برهامي بس هو اللي فاهم الاسلام صح، مش منطقي يعني، مش منطقي. مع ان انا كنت بحب الراجل ده وكده بثق فيه، بس مش منطقي ان هو يكون هو الوحيد اللي على من 7 مليار اللي هو معاه الحق يعني. صحيح صحيح احمد، يعني بس يا ريت يا ريت يا ريت يعني صراحه انا بدي اسمع في الصوت اظن. علاوه بس التليفون من عندك سكت احمد، نعم بيجي صدى. الميكروفون عندك زب، تقدر تسكره؟ تمام. بصراحة أنا أحمد بدي أسمع المرحلة هي، مرحلة الشك، كيف كانت تفاعلاتك مع، كيف علاقتك مع الله كانت؟ يعني شو مثلا الذنب اللي كنت تحس فيه لما ما تصلي، أو لما تحاول تشك فيه، لما هل هالمسائل هي يعني، يا ريت تفصلنا إياها تفصيل. تفضل. طول الفترة اللي كنت فيها مسلم كنت حاسس بإن أنا ربنا مش راضي عني، وإن أنا ضعيف الإيمان لسببين رئيسيين. يعني أول سبب إن أنا ما كنتش بعرف أبكي من خشية الله، وفي نصوص كتير جدا بتقول إن لا تدخل النار عين بكت من خشية الله، وإن الذي لا يبكي من خشية الله قلبه قاسي، وإن النار خلقت أصلا عشان تذوب القلوب القاسية دي اللي هي ما بتعرفش تبكي من خشية الله. فأنا كنت بحاول أبكي مش عارف أبكي إزاي، وبعدين بستسخف أوي حكاية إن أنا أبكي دي وبخجل منها، بس أنا مش مستكبر يعني، أبكي ما بين يدي الله سبحانه وتعالى، بس أنا مش شايف فيه مبرر يعني، شايف الموضوع فيه مبرر منطقي يقنع وجداني كده ان انا ابكي من خشيته. طب ابكي ليه من خشيته؟ يعني انا دلوقتي عايز احبه، وعايز يدخلني الجنه، وعايز يبعدني عن النار، بس مش يعني مش لدرجه ان انا اعيط من الخوف من النار يعني، مش للدرجات دي يعني. يعني انا خايف من النار، خايف منه سبحانه وتعالى، بس مش للدرجات دي يعني. انا ممكن احبه وامل ان ادخل الجنه افضل من انا اقعد ابكي. فكنت اقعد اكره نفسي على البكاء يعني، اقعد بقى نبه عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. مفيش دموع طبعا. من ايه؟ نبه عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي، نبئ عبادي، مفيش فايدة، مش عاوزة تيجي الدموع. فكنت بحس بالذنب جامد قوي بسبب إن أنا مش عارف أبكي من خشية الله. وكنت بقيم الليل وأصلي وأسجد، اللهم إني أسألك أن أبكي من خشيتك، اللهم ارزقني البكاء من خشيتك، اللهم من علي البكاء من خشيتك، يا كريم، ها يا مسهل، ما فيش فائدة. حاجة تانية كنت بحس بالذنب فيها طول حياتي، إن أنا كنت فاهم إن أنا عندي عقوق لوالدي يعني. كنت الحاجات اللي في التراث الإسلامي والمعلمينا وأساتذتنا وعلموها لنا إن العقوق يتمثل في حاجات في منتهى التفاهة لازم تحصل كده كده في حياتنا اليومية. يعني انا مثلا اكلم والدي اتوتر شويه في الكلام بسبب حاجه غبيه هو عايزني اعملها، ده عقوق. فكنت بقى اللهم اني اسالك ان تهديني وان تتوب علي بالعقوق، اللهم اني اعوذ بك ان اقنط من رحمتك، اللهم قومني، اللهم مش عارف ايه والدي. فالمشكله تيجي تاني برضو، والدك يكون بطين مثلا او غبي او يكون في بيتصرف لصفات معينه تفلق يعني، فانت تتوتر شويه او تتضايق او تحاول ترفض له طلب او كده، فتيجي تاني يقول يا رب اغفر لي وسامحني، يا رب توب لي، الله بقى تجعلني عقل. لدرجه ان انا في مره والدي كان زعلان مني على حاجه تافهه، هو كالعاده كان بيزعل على حاجات تافهه جدا يعني.
وكان ليه دماغ معينه كده يعني. فمره انا فضلت طول الليل واقف على دماغه اقرا قران عشان يسامحني، وهو نايم وانا واقف على دماغه. قرات بقى قاف والواقعه والرحمن والحديد، وهو كل شويه يصحى، كان بيضان ابويا شويه، كان بارد يعني، شويه يصحى يبص لي كده، اه ده ابيض، آه لا حول ولا قوه الا بالله، طب يا عم سامحني وخلينا نروح انا خلينا نروح انام يا عم. فانا اعرف ساعتها ان مساله العقوق دي مبالغ فيها، زي ما انا فاهم دلوقتي، كنت زمان طلعت دين ام. كان زمان يجي يقول لي عق ولا مش عق، اقول له بقول لك ايه، خلي شقلب لك على الوش التاني يا عم، في ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ لا والدي كان صعب جدا صراحه، والدي كان صعب جدا جدا يعني، الله يرحمه يعني. أنا والدي كان يقول الولد وما ملك لوالديه. ايوه كان ابويا يقول لي كده، انت ومالك لابيك، فكان يعمل فيا كل اللي هو عايز. لا مش كده عم الحاج يعني، مش كده خالص يعني. هم النقطة هاي إنه مسألة العقوق دي مسكونا منها ماسكة جان، ماسكة بنت كلب يعني، مسكونا ماسكة كده، وأي حاجة يقول لك عقوق. وأنا طفل صغير كانت أمي تقول لي هو عقوق الوالدين وكده، أنا كنت طفل بقى صغير خالص، كنت لسه صغير خالص بقى، فكنت قايم، كنا مربيين حمام وكده، كنت قاعد أقول لها عقوق عقوق، الحمام عندنا بيعمل عقوق عقوق، فانا اقول لها عقوق، مش فاهم يعني ايه عقوق. كنت لسه اصغر من ان انا افهم موضوع العقوق ده، بس انا كبرت ونشات على ان في كارثه اسمها عقوق الوالدين يعني، فكنت دايما حاسس بالذنب في النقطه دي، ما مش حاسس ان انا موفي اهلي حقهم يعني، وده بيخليك تبقى رديء في الواقع يعني، التفخيم ده من حق الوالدين وكده بيخليك تبقى انسان رديء يعني، مش بتتعامل بشكل صحي مع اهلك، انت خايف جدا في التعامل معاهم، متحفظ قوي لدرجة ان انت هتكرههم مع الوقت يعني. احمد في عندنا هون بس التعليقات، في ريدي هزاد هداز، هم شوي الكلمه صعبه علي، عم بيقول احلى مقطع احمد يقرا الفاتحه وجاني يقول الله يا شيخ. في سؤال من دروس دوت نت، أحمد كلامك على عيني وراسي، إني اكتشفت الحقيقة في بداية شبابي، بس شو الفائدة إني عايش ومقيد على أساس أنني مسلم؟ شو فايدة ايه؟ عم بيقول يعني ما هي الفائدة إني عايش ومقيد على أساس أنني مسلم؟ يعني بصراحة السؤال ما فهمت السؤال تمام يعني. أنا على كل حال راح أفتح السكايب، إذا في حدا الشباب بده مداخلة أو شيء، يا ريت يعني تشاركونا بمداخلاتكم بتعليقاتكم يعني على السكايب، تبنوا الحلقة يعني بصراحة. خلينا نكمل أحمد لمرحلة الإلحاد، كيف وصلت لمرحلة الإلحاد؟ في سنة 2010 أنا من سنة 2001 لغاية 2010 كنت مش عايش في السعودية باستمرار ومش عايش في مصر باستمرار يعني، كنت عايش ما بين البلدين يعني. ف مريت بتجارب رهيبة يعني في مع الإسلام ومع الطوائف، وقابلت كل الفرق بما فيهم الفرق الإسلامية الراديكالية المتشددة بما فيها حركة طالبان والقاعدة، كنت اتعرفت في مكة على كل الطوائف اللي تتخيلها وقابلتهم كلهم، وكنت فعلا قابلت الناس من يعني من كوادر حركة طالبان، من الناس المؤثرين فيها يعني ساعتها، وعرضوا عليا ان هم يسافروني افغانستان، ولحسن الحظ يعني ما سافرتش. بس انا بقى في الفترة ديت كنت اتعرفت اكتر على الاسلام في الفترة من 10 سنين الأخرانيين دول، وقعدت بقى أفكر في أواخر أيامي في الإسلام يعني، إزاي يعني إن 6 مليار إنسان يكونوا كلهم هيدخلوا النار إلا قليل من الناس، لأن
مش كل المسلمين على المذهب الصحيح، حتى مش كل المسلمين فاهمين الإسلام صح، وإزاي هيدخلوا النار يتحمصوا فيها كده يعني كلهم، وأكيد فيهم ناس كويسة. وبعدين أنا جربت بنفسي، كل الناس اللي أنا الطوائف اللي أنا انضميت ليها كله عاوز يوصل للحق، كله عاوز يبقى يعني كويس، يعني محدش عاوز يدخل النار خالص. ما لاحظتش أبدا من خلال حياتي إن حد عايز يدخل النار، يعني ما لاحظتش الموضوع ده، لاحظت إن كلهم خايفين من النار، وفي منهم أبرار وناس علاقتها أهلها كويسة. وبدأت يعني أنا كنت من صغري شغوف بإن أنا أتابع الأخبار بتاعت العالم يعني، فكنت من صغري بسمع البي بي سي والحاجات ديت مونت كارلو والراديو والحاجات دي، وبعد كده بقيت أسمع الجزيرة بقى لما طلعت والأخبار يعني، فكنت متابع الأخبار أول بأول، فكنت بشوف اللي بيحصل في العالم شعوب وكده ازاي بتتعاطى مع الامور، لاحظت ان الناس كلها قريبه من بعضها، في فهم من بعضها، وان الناس كلها فيها النزعه للخير، كل الناس فيها نزعه للخير. وشيء غبي قوي ان هم بصراحه يدخلوا كلهم النار، مش فاهم ايه المنطقي في دول. وتيجي تسال القران، انا كنت بقعد يا جان يوميا في حياتي ما بين المغرب للعشاء اقرا القران، ده الوقت ده كان مخصص لقراءه القران في ختمة كده معينة كنت بسميها ختمة التدبر ما بيني وبين نفسي كده، يعني أقرأ قرآن بروية شديدة جدا، أقرأ الآية وأقعد أستطعمها كده وأقعد أشوف أطلع منها المعاني العظام والحكم البالغة الباهرة. فهي والله أعلم هي ختمة التدبر دي هي اللي سببت لي إن أنا أسيب الإسلام غالبا، يعني لأن أنا لقيت الكلام ده بيضان، كلام غبي جدا، وكل ما تتدبر فيه أكتر كل ما تكتشف ان هو غبي اكتر. يعني لما تسأل نفسك ليه هتدخل الناس دي كلها النار، تلاقي القرآن بيجاوبك، بس يجاوبك اجابه غبيه ومستفزه، يقول لك ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، ولكن ايه بقى، المفروض هقول حاجه مهمه بقى، يعني ايه ولكن، ايه اللي منعك ان انت تاتي كل نفس هداها؟ اكيد هتجيب حاجه تقنعني انا ان انت تدخل الناس دي كلها النار. يقول لك ولكن استنى بقى، انا لو عايز اهديهم كلهم اهديهم، ولكن ايه، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. انت ازاي بضان كده يعني، انت ازاي كده. ايات غريبة. ولما تيجي تسأل القرآن مثلا ايه حكمتك في خلقي مثلا، يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طب انت يعني عايز انت خلقتني عشان انا اعبدك، طب انا محتاج اعبدك ولا انت محتاج ان انا اعبدك؟ يعني انت انا محتاج اعبدك، اصلا انا شايف نفسي مش محتاج اعبدك صراحه، لان انا عبادتك سببت لي ارتكارية يعني مشاكل، تعبتني عملت لي مغص عبادتك كتير مش مرتاح فيها يعني، ولو انت محتاجني ان انا اعبدك، لو انت محتاجني ان انا اعبدك، فانت يعني انت مثير للشفقه يعني، احنا ممكن كبشريه نحاول نبتكر لك لبوس تاخده ترتاح بدل العباده دي، تحط اللبوسه ديت تحس ان انت تعبدت يعني، بدل ما احنا نعبدك يعني، احنا مبدونين من حكايه العباده دي. فانا مش عارف ايه حكايه العباده يعني، هل انت سبحانك محتاج ان حد يعبدك ولا احنا محتاجين نعبدك؟ العلماء قالوا ان انت اللي محتاج تعبد ربنا، انت اللي محتاج تعبده، فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني انا خلقتهم عشان يستمتعوا بعبادتي. احنا في الواقع يؤسفنا ان احنا نبلغ حضرتك ان احنا مش مستمتعين خالص يعني، وانا زعيم بان جان مفيش حد مستمتع بعباده المولى سبحانه وتعالى خالص من كل الطوائف في كل الاديان يعني. اكيد اكيد، ما اعتقد يعني حدا مستمتع بعبادته، وهو على اساسه ما بحاجه لعباده البشر، فهالعلكة هي ليش ما عم بفهم يعني. على كل حال في عنا سؤال احمد، أظن بكيني بطة بكيني، بيقول السؤال وين صار؟
متى راح تكتب رحلتك في كتاب؟ يعني إمتى راح تكتب قصتك في كتاب أحمد؟ تفضل. مش عارف، بس هي عندي، يعني عندي الفكرة دي، يعني عندي فكرة إن أنا أكتب قصتي في الكتاب، بس أنا يعني حاسس إن أنا لازم أعمل حاجة مفيدة أو أتعلم حاجة مفيدة في حياتي، يعني تؤهلني إن أنا في النهاية يبقى عندي كتاب، يعني حاسس إن أنا متعلمتش حاجة في حياتي، فمأجل إن أنا أكتب حاجة، يعني مأجلها فترة. طيب، في عندك مشاريع انك تدرس، بما انه تعتبر حالك ما درست والدراسات هي كلها اشياء فارغة، يعني في عندك شيء مشروع تدرس اي اه شيء؟ بدرس، اه والله بدرس حاليا، انا بدرس تدرس ايه؟ والله بدرس طبعا اللغات، يعني بدرس الاحياء برضه، يعني بدرس فيزياء، أحاول أدرس بشكل نظامي بس متعسر في النقطة دي، يعني لأسباب، يعني أسباب خاصة. يعني في سؤال كمان، صوتي طالع، صوت طالع. في سؤال من ماج مين: كيف أتعامل مع أطفالي 5 سنين و9 سنين؟ هل أربيهم على الإلحاد على منطقة التفكير ويكتشفوا أخطاء الأديان لوحدهم، لكن بعد أن يفوت مرحلة شبابهم في انفصام الشخصية؟ ما لا بعرف قريت لا لا ولا لا. لا، هي الاطفال ما فيش حاجه اسمها تربيهم على الالحاد، على فكره بالمناسبه، هي لو سابت الاطفال ما ربتهمش على الايمان، هم لوحدهم هيطلعوا ملحدين، هم لان اصلا الالحاد ده مش دين ولا عقيده، الالحاد هو موقف الناس اللي مش مؤمنه، فلو احنا ما درسناش الاطفال الايمان هيبقوا كده كده بامر الواقع ملحدين. سيبيهم ما تعلمهمش اي حاجه، عمرهم ما هيروحوا للدين يتعلموه يعني لوحدهم، بس ما بسيبهمش فريسة لأي حد يعلمهم الدين، يعني انت ما تعلمهمش اي حاجة خالص من الناحية دي، لا تعلميهم الدين ولا تعلميهم ان انت تبقى ضد الدين، سيبيهم يتعلموا كويس، يتعلموا الامور اللي هي اللي يتعلموا العلوم، المدارس بتعلمها كويس، لكن ما يتعلموش دين في اي مكان، لان الدين ده اشتغالات ودجل وخرافة، فلو هم ما تعلموش دين هم تلقائيا لوحدهم هيطلعوا مش متدينين، والناس هتوصفهم بان هم ملحدين او هيندرجوا تحت الوصف ده اللي هو الالحاد، يعني مفيش حاجه اسمها نعلم الاطفال الالحاد، نعلم ايه اللي في الالحاد؟ لا ليه قواعد ولا ليه اسس ولا ليه اي حاجه، الالحاد بقى هو الا ان الناس مش مصدقه، مجموعه من الناس مش مصدقه البولشيت اللي في الاديان. بالضبط بالضبط احمد، يعني انا هلا مثلا عندي طفلتين بعمري ما حكيتهم بالدين ولا باي شيء، يعني هلا في مقوله بتقول انه الطفل لما بصير عمره 5 سنين بصير بيسال مين؟ الله ومين؟ اطفالي لا سالوا ولا راح يسالوا اظن. هيسألوا ازاي؟ انت ما بتقولش الله اصلا، لو بتقول الله قدامهم هيسألوا مين الله المجنون ابن المجنونة ده، لكن لما تيجي ما تسألش انت، خلاص المنطقي ان ما فيش حاجة اسمها الله، هو الطفل ما بيؤمنش غالبا غير بالحاجة اللي بيحسها وبيلمسها، يعني الله ده بيلمس قلبك ويعمل كده، ده كلام في الكنيسة او في الجامع، يعني ما مش موجود، ما بيلمس حاجة، ما بلاقيش قلبي ملموس انا خالص كطفل، صحيح يعني صحيح صحيح. يا ريتني كنت مكان أطفالك دول بالمناسبة، يعني ما كنتش قعدت 27 سنة قاعد. انا بصراحة انا كمان اتمنى اكون بنفس وضعهم بصراحة، يعني صحيح انا لم اؤمن مثلا بثغري حد ابدا نهائيا، بس صدقني وضعك لا يفرق عن وضعي كثير احمد، يعني المرمطة والعذاب اللي شفناه يعني من وراء هالمخرفين هدول يعني شيء كبير. في عنا اتصال بس. أهلا وسهلا علي، تفضل. أهلا يا جان، كيفك يا حبيبي؟ أهلا وسهلا، في عنا اتصال من علي العراقي، فعنده مداخلة، تفضل علي. تسلم لي جان، طبعا أحييك وأحيي ضيفك الشاب الرائع أحمد حرقان. يعني هذا الشاب الذي ضرب المثال الرائع، يعني الشجاعة والبس.
الرسالة. أنا الحقيقة ما أعرف إذا كان أحمد يعني لسه عايش في مصر أو خارج مصر حتى الآن. إذا كان بمصر يعني حقيقة يعني أعتبر شجاعته فائقة ولا نظير لها. وأتمنى يعني أن تسمعني يا جان؟ أسمعك، تفضل كمل. وأتمنى يعني شاء يعني إذا شاءت الظروف يعني أن نحاول نتصل به يعني هنا في العراق بطريقة أو بأخرى، بحيث يكون بينه وبين المثقفين العراقيين والمتنورين العراقيين ثم صلة يعني. ولا أعلم إذا كان يعني عندنا بعض المجاميع التي لم تصل إلى مرحلة أنها تظهر على الإعلام أو على الإنترنت، لكنها يعني مجموعات تشرح القلب يعني لو اتصل بها أحمد أو كان بينهم الجماعة أو بين الإخوة في مصر من طراز أحمد حرقان راح يكون سعداء جدا. على كل حال طبعا من التناقضات التي يعني كثيرا ما صارت شكي أنا شخصيا يعني في البداية، أنه تلاحظ هناك أخطاء فلكية في النصوص يعني التي يعتبرها المسلمين مقدسة، أخطاء يعني في الفلك واضحة، ويستطيع أي متعلم تعليم بسيط أن يعني يكتشفها. فمثلا على سبيل المثال يعني الحصر، أنه أنت تجد يعني في النصوص المقدسة دائما الشمس تقترن بالقمر، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل، والشمس والقمر بحسبان. دائما الشمس والقمر يعني يقترنان مع بعضهما دائما في النصوص المقدسة، واعتقد حتى في الديانات الثلاث، الديانات الإبراهيمية يعني أكلا توجد نصوص من هذا القبيل. ولو كانت هذه الديانات حقة ونازلة من القوة العليا لما ارتكبت هذه الخطيئة الفلكية الواضحة جدا التي أثبت العلم أن الشمس شيء والقمر شيء. الشمس نجم مضيء كبير وهو مركز المجموعة الشمسية، والقمر تابع حقير، مع احترامنا للشعراء يعني يحبون القمر كثيرا. هيك يعني هيك ما يا علي ما بصير يا علي، يعني هلا هلا قلبي عم يبكي على القمر. وانا عارف انك شاعر يعني لذلك اعتذرت. تفضل تفضل. القمر هو اصلا ما تابع للشمس، هو يتبع للارض، وبتبعيته للارض يعني يكون قد يعني يسير بمدار حول الشمس، وإلا لا علاقة مباشرة إطلاقا بين الشمس والقمر. القمر كوكب معتم لا مصدر للضوء له، وهو حينما تتسلط عليه يعني ضوء الشمس تظهر صفحته المواجهة للأرض، ومسألة جدا واضحة وعادية يعني. فلو كان يعني من زعموا أنفسهم أنبياء ويعرفون يعني دقائق الكون باعتبارهم متصلين بالسماء لما خفيت عليهم هذه الحقيقة البسيطة. وهذا أبسط يعني مفهوم من مفاهيم سذاجة الديانات. الحقيقة دائما أنا أستمع إلى هنا من أصحابنا يعني في مدينتي يقول دائما عبارة لطيفة تعجبني، يقول الدين محاولة ساذجة بسيطة لتحليل شيء معقد. ثمت يعني في الكون والحياة أشياء معقدة كثيرة، الدين ببساطة وسذاجة يعني يتناول. على كل حال هذه مداخلة. أما سؤالي لأحمد، أنا مرة شفت يعني حلقة للإعلام المعروف توني خليفة، وكان يعني فيها أحمد مع شخص ملحد مسيحي يعني كان مسيحيا من قبل، ومعه الشيخ وقس يعني مقابل يناظرانه في الحلقة. ولكن قال إن الأخ المسيحي يعني كان قد خذله، يعني لم يكن هكذا قبل اللقاء، قبل دخوله الاستوديو يعني مع الإعلام دون خليل. فأريد أعرف بس حقيقة هذا الأمر لأن لم يوضحوه في المقابلة، يعني كان قد جرى الحديث يعني خارج الهواء يعني بعد الفاصل. يعني لماذا خذله هذا؟ هل خاف هذا الشخص يعني تحسب من شيء؟ يعني لم يكن ملحدا أبدا، وظهر بال الحلقة وكأنه يعني أقرب إلى يعني سلوك قس، وأقرب إلى فكر يعني ما
مسيحي عادي، شايف ما في الامر انه يعني اطر المساله بطريقه يعني ليبراليه. ما يعني لماذا احمد دخل مع شخص يعني لم يكن واثق من انه داعم له دعم حقيقي ويخذله في اللقاء؟ يعني اتمنى يجاوبني على هذا لو سمح وقت البرنامج. اكيد اكيد. وطبعا مره اخرى اشكركم كلاكما يعني جان واحمد وكل جماعتنا الظرفاء اللي مثلون في الحقيقه يعني شيء يشرح النفس، يعني شيء يدعو الى السعاده لما استمع لكم. شكرا يا جان، هذه فقط حبيت. تسلم اخي علي، تسلم. والاخ احمد راح يجاوبك الله اكيد، يعني خليك معنا وراح يجاوبك اكيد. تفضل اخي احمد. شكرا لك علي، واضح من كلامه انه هو يعني على قد كبير من الثقافه والادب، يعني انا اشكره جدا. السؤال الاولاني، انا في مصر ولا بره؟ لا انا لسه في مصر. يعني بالنسبه للمثال بتاع القمر والشمس والاخطاء العلميه في القران، ده مثال جميل يعني جدا، يعني فعلا يعني علاقه الشمس بالقمر يعني هم ظاهرين يعني الليل. عشان خاطر هو صلعون كان شايف الشمس والقمر الاثنين عاملين زي القرص كده الصغير، ف واحد اصفر وواحد ابيض، بس الفرق ما بينهم. بالنسبه للكريم، كريم جيمي لما طلع معايا في الحلقه، هو كان مقرر ان يطلع معايا بنت مسيحيه من الصعيد اسمها مادونا، ومادونا اعتذرت على اخر لحظه ان هي مش قادره تطلع تمثل او تتكلم كملحده من خلفيه مسيحيه، يعني لظروف قاهره يعني ما تقدرش تطلع. اعتذارها كان في وقت غلط، يعني كان في وقت متاخر جدا. فكريم كان معايا ساعتها، ساعة ما بلغتني بالاعتذار ده، فقلت له كريم أنا في مشكلة، مادونا مش عاوز تطلع وكده. فقال لي أنا هطلع أنا بدلها. قلت له أنا عارف إن أنا غلطت، يعني عارف إن هي غلطتي. يعني قلت له كريم هتطلع هيبقى الكلام عن الإلحاد وكده، فانت هتمثل الدينيين من خلفيه مسيحيه. فقال لي مفيش مشكله، ما انت فاهم، انت عارفني، ما انت مش عارف ايه. ولما راح الاستوديو خاف، يعني خاف. احمد شو اللي خوفه؟ شو اللي قلب له؟ انا بالفعل كمان لما شفته هيك، وعلى اساس انه قبل الحلقه كان ملحد، بعدين لما قعد قدام القسيس والشيخ صار هو الخوف ده بدأ معاه مش في الحلقة نفسها، وأصلا في المرحلة الأخيرة كان بدأ يحس بالرعب وبذعر يعني شديد. يعني لكن أنا قلقت عليه اللي هو يعني يكون محتاج دكتور نفساني أو كده، فاتفقت مع أصحابي نحاول نشوف الموضوع إن هو يراجع دكتور نفساني أو كده، لأنه كان بيتخيل إن انهم هيقتلونا وحاجات غريبه كده، انهم هيقتلوا الملحدين وهيعملوا مش عارف ايه. كان معايش المجموعه كلها في رعب في اسكندريه، يعني انا عندي معلومات موثقه انهم هيتخلصوا مننا وهيصفونا ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. فلما لقيته عاوز يروح الحلقه ديت، ف انا كنت متردد، بس كنت مضغوط في حكايه الوقت دي، مضغوط في حكايه الوقت، يعني ان مش لاقي حد يطلع الوقت ضيق وكده. هي كانت غلطه، يعني انا عارف ان انا غلطت. على كل حال ولا يهمك، يعني غلطه ويعني وبعد الحلقه، بعد الحلقه بقى مسكت في خناقه، يعني اتخانقنا مع بعض. يعني هو ما اثر شيء على حدا، يعني بصراحه يعني هو عبر عن نفسه بس، يعني لا اثر عليك ولا على غيرك اصلا. يعني انا بس يعني بالنسبه للملحدين من خلفيه مسيحيه، يعني هم افضل من كده، يعني هم ناس جامده جدا. بالضبط بالضبط بالضبط، يعني وانا بتعجب يعني بشخصيه هيك. على كل حال في عندنا شويه
في سؤال عم بيقول لك الأخ أحمد، هل لا تزال تتعرض لمضايقات؟ مع تمنياتي لك بالسلامة. انا لا متعرضش للمضايقات قوي، بس انا في مش وضع الامن يعني مش تمام قوي يعني، في مشاكل وضع الامن في اضطراب، في اختلال يعني. طبعا في عنا مين غيرك عم بيحمد الحمد لله على نعمة الإسلام، طب ماشي كويس ماشي. ونازل فينا شتائم. شكرا كثير يعني، شكرا كثير. الحمد لله على نعمة الهبل اللي عبرت. جميل، الواحد لما يحس ان هو اهبل كده يا سلام، حر طليق. وخصوصا لما يكون على الحمار الطائر يعني. لا هو بيبقى حاسس ان هو حالة الهبل دي جميلة جدا. في أبو أحمد كمان عم بيقول لا تندم يا أحمد على العلوم الشرعية التي تعلمتها في صغرك، لأن سلاح قوي بيدك في المناظرات والنقاشات، وتستطيع أن تضرب في الأماكن المؤلمة لهم. على كل حال أنا بتشكرك كثير أحمد، وشكرا كثير لوقتك، ويعني حلقة بصراحة أنا كنت منتظرة يعني، وأنا لسه لحد هلا ما اخذت منك زبده عن حياتك بالدين الاسلامي، وانا متاكد انه نعمل جزء تاني، تفضل. نعمل جزء تاني. نعمل جزء ثاني، ليش لا؟ بس بصراحه انا كان بدي يعني تحكي كل شيء، كل لحظه، كل الاحاسيس اللي كانت راودك. ما هو 27 سنة يعني، عندي كلام كتير أوي عايز أقوله بصراحة. طيب عندي سؤال أخير قبل ما نختم الحلقة، من هو أحمد قبل لما كان متدين وأحمد الملحد؟ شو الفرق اللي شفته؟ شو المشاعر، الإحساس يعني؟ هل المسائل هل لا، أحمد المتدين كان أولا مكتئب جدا، حائر للغاية، ساخط جدا على نفسه، حاسس بالذنب طول الوقت، حزين، كئيب، شاكك في كل حاجة، غيور، عنده فوبيا من النساء كلها، مزعج مزعج، لأنه آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. يعني ممكن يلاقي اتنين بيحبوا بعض على الشط في اسكندرية، يعمل لهم مشكلة ويعمل لهم إزعاج. احنا هنا في مصر، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ كنت انا بعمل كده لو ولد بيحضن بنت ولا حاجة على الشط، او ماشي في السوق ولا حاجة، واحدة متبرجة ماشية شعرها مكشوف ولا كده، الحجاب يا عمة الله، الحجاب، اتق الله كده. وكنت انسان مزعج لمن حولي يعني. احمد بعد الحادث يعني بدأ يتخلص من كل الكلام ده، انسان افضل يعني بكتير، وطبعا مش مزعج خالص لمن حوله ولا حتى للمسلمين بالمناسبة يعني، بحبهم جدا. أكيد أكيد أحمد، في راحة نفسية، في سلام داخلي عندك صار. طبعا طبعا، وأنا مسلم كنت بخاف جدا من الموت يعني، إني خايف أن أكون مش مع الطائفة المنصورة والطائفة الناجية، وأنا أكون فرق من الفرق النارية البعيدة عن ربنا، أو في طريق غلط وأنا مش واخد بالي، لأن الطرق كتير. لكن بعد الإلحاد أنا مش خايف من الموت خالص نهائي، أنا ما عنديش مشكلة مع الموت نهائي بالمناسبة خالص. لو عارف إن أنا دلوقتي حالا في حد يدخل يضربني بمسدس يموتني، عادي يعني، ممكن تلاقيني قاعد بشرب شاي يعني، ما مش مشكلة عندي بأمانة يعني خالص. ايه مشكلة؟ ما هو كده كده احنا هنموت يعني، لو دلوقتي او بعدين هنموت، وكده كده حياتنا قصيرة، حياتنا قصيرة مش هتطولها ابدا ال 50 60 سنة والكلام دي طرفة عين للزمن يعني، فاحنا مش هنموت. وبعدين انا مش خايف لما بعد الموت، لان انا عارف ان بعد الموت حاجة لطيفة جدا يعني، زي بالظبط قبل الحياة، زي قبل ما جينا يعني. بالضبط.
بالضبط، الموت مثل قبل الولادة يعني، لأن أنت الإنسان لا يفكر قبل الولادة ماذا كان. وبالمناسبة ده بيتفق مع جزئيا مع الرواية الإسلامية لما بيقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. فأنا معاه لغاية كده، بس معاه بقى إن هو ثم يحييكم، دي ده عند أمك يعني، ثم يحييكم دي تبقى قابلني يعني في المشمش يعني. على فكرة أحييتني، لو أحييتني بعد كده يبقى عندك حق اللي أنت عاوز تعمله والله يعني. بالضبط، لما تبقى تحييني بعد كده يبقى دخلني النار يعني. إن كأنك راجل تحييني بقى. يعني العلم أنا متأكد العلم بالسنوات القادمة راح يقضي حتى على الإنسان، راح يصل لمرحلة الله نفسه اللي كان يفكر فيها من زمان، يقول سبحانك ما انت مالك مالنا اخويا. طيب احمد، انا بشكرك كثير حبيبي على الحلقه الرائعه اللي اعطيتنا اياها، وبتمنى لك السعاده، وبتمنى لك الامان طبعا، وكلنا بنتمنى لك الامان. انت الشجعان بصراحه، انت زبده الملحدين الشجعان بصراحه، انت واصدقائك موجودين بمصر يعني المجاهرين الحقيقيين. انا بتمنى كل الناس تكون مثل احمد، هو مثلنا الاعلى يعني، هو واسماعيل واصدقائهم يعني. انا بتمنى كل الناس يعني يا شباب هدول بارض المعركه يعني، بتمنى من كل الناس تجاهر يعني، دعوا لعنا، خلونا نسجل، سجلوا لحالكم، المهم خلي يطلع صوتنا. كلمه اخيره احمد قبل ما نسكر الحلقة، تفضل. كلمة أخيرة، أنا مقتنع بأن برنامج زي الجهر بالإلحاد ممكن يغير العالم يعني، يقضي على الإسلام، على الإسلام وعلى الأديان كلها، لأن الشرق الأوسط لو اتغير، ولو الشرق الأوسط أدار ظهره للدين العالم كله هيشطب على الدين. إحنا اللي بنصدر الأديان والإرهاب للعالم كله حاليا، المنطقة بتاعتنا دي. للأسف الشديد، للأسف الشديد. أنا متأكد السنوات القادمة راح الشرق كله راح يدوس على الدين، يحط الدين بمنزلة التاريخ وبمكانه المظبوط. واحنا حاطين في دماغنا كلنا جان ان احنا مع بعض لغاية ما بالضبط بالضبط، نحن مع بعض وراح نغير، ونحن أهل التغيير، وما بتهمنا شوية بهاليل مربين تكون وانتم قبلي أصلاً ما فيها غير الكراهية والحقد. بالنسبة للأخ العراقي، كان الأخ علي كان بيقول إن علي العراقي، أنا هكتب له في التعليقات على المقطع ده على اليوتيوب البيانات اللي ممكن يتصل، البيانات بتاعتي يعني، الوسائل اللي ممكن يتصل بيها من خلالها بيا. أنا شرفني إن أنا أتعرف على الإخوة العراقيين. عندي الحساب الفيسبوك تبعه، ببعث لك إياه يعني، ما في مشكلة. اوكي، ماشي ماشي، شكرا كثير احمد، شكرا كثير لوجودك معنا، وشكرا لكم اصدقائي، نلتقيكم في حلقه قادمه. سلامات احمد.